السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منوعات نور. النهاردة جينا في حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل. قبل ما نبدأ حلقتنا متنسوش بفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نيجي نتكلم عن موضوع حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعراض لا تدكئها ليها بعد الولادة. بيصادفنا أعراض كتير بعد الولادة ممكن نفكرها عادية، بس هي مش هتبقى عادية، فاحنا نتكلم عليها النهاردة. وأعراض مهمة، أول ما يحصل لكي أي حاجة منهم لازم تتوجهي فورا للطبيب المعالج عشان يوصف لك يشخص الحالة ويوصف العلاج المناسب. أعراض لا تتجاهليها بعد الولادة. يحدث بعد الولادة ما يسمى بحمى النفاس أو دم النفاس، فتشعرين بالقليل من التعب وعدم الراحة، ولكن بمرور الوقت تتحسن حالتك، وتحدث للنساء في الأيام الأولى من الولادة بعض الحالات الطبية الطارئة. لذا ينبغي عليك التعرف على تلك الحالات الطارئة وأعراضها التي لا يجب عليك تجاهلها بعد الولادة. زيادة دم النفاس بشكل مفاجئ. إذا زاد دم النفاس بحيث يبلل أكثر من فوطة بالساعة الواحدة، فقد يصاحب ذلك زيادة في معدل ضربات القلب ودوخة وعرق شديد والشعور بالإغماء، وقد يدل ذلك على حدوث خلل ولا بد الذهاب من المستشفى على الفور. الصداع الشديد. إذا شعرت بصداع شديد مستمر فذلك يكون عرض جانبي للتخدير النصفي، وهنا ينبغي الاتصال بالطبيب لوصف الوصفة المناسبة لحالتك. وإذا شعرت بصداع شديد أو ألم مستمر في أول 72 ساعة بعد الولادة وصاحب ذلك عدم وضوح للرؤية، فذلك يدل على إصابتك بما يعرف بتسمم الحمل، وهنا ينبغي عليك فورا التوجه إلى الطبيب. احمرار أو تورم أو وجود ألم زائد، فهذا يدل على عدوى مكان الجرح الولادة القيصرية، وعليك استشارة الطبيب فورا. ألم في أعلى البطن. فإذا شعرت بألم في أعلى البطن أول 48 ساعة بعد الولادة وصاحب ذلك غثيان أو قيء، فعليك الاتصال بالطبيب. ضيق التنفس. قد يشير ذلك إلى حدوث الانسداد الرئوي نتيجة لتكون جلطة في الأوعية الدموية الرئوية، وعليك مراجعة الطبيب فورا. ألم في الصدر. هذا يدل على وجود التهاب في صدرك أو يكون طبيعي نظرا لمجهود الولادة الطبيعية. وإذا صح ذلك ألم في ضيق ذلك الألم من ضيق في التنفس أو كحة مصاحبة بالدم، فقد يشير ذلك إلى وجود انسداد في الرئة. اكتئاب ما بعد الولادة. يتغير مزاجك بعد الولادة وتبكين من وقت لآخر بعد الولادة وتشعرين بالتعب والقلق، فعليك مراجعة الطبيب إذا ظل هذا الشعور بالاكتئاب لفترة طويلة. إذا كنت غير قادرة على التبول خلال أول 6 ساعات بعد الولادة. عدم التبول قد يدل على احتباس البول، والاستحمام بمياه دافئة قد يساعد على التبول. وبعدها إذا استمر عدم مقدرتك على التبول فلا بد من استشارة الطبيب. البواسير. من المشاكل الشائعة أثناء فترة الحمل وتزداد سوءا بعد الولادة، فإذا لاحظت وجود أي نزيف أو تورم شديد عند فتحة الشرج فاستشيري طبيب. ألم بمنطقة المهبل أو حرقان أثناء التبول. قد يكون هناك عدوى بالمهبل أو عدوى بالجهاز البولي، فعليك استشارة الطبيب حتى يفحصك ويتأكد من أن جرح الولادة الطبيعية يلتئم بشكل صحيح. سلس البروز. عندما لا يمكنك التحكم في تسرب البراز من فتحة الشرج قبل وصولك للحمام فلا بد من استشارة الطبيب. الإمساك. قد تشعرين بعدم الحاجة إلى التبرز لمدة يوم أو يومين بعد الولادة، ولكن إذا استمر الأمر لمدة 3 أيام وتشعرين بالإمساك وعدم الراحة فاستشيري الطبيب قبل تفاقم الأمر. ارتفاع درجة الحرارة. فهذا يدل على إصابتك بالعدوى، ولا بد من تناول الأدوية المناسبة لتلك العدوى والذهاب إلى الطبيب المتابع لحالتك. نيجي نتكلم عن الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب على الفور بعد الولادة. تكون الأم عرضة لكثير من المشاكل الصحية في مرحلة ما بعد الولادة، ولكن بعضها يكون طبيعي والآخر لا يجب تجاهله ويستلزم التوجه للطبيب على الفور، فقد يكون بمثابة علامة منذرة لمشكلة صحية خطيرة. وكل مننا بيعمل فيها دكتور ويقعد يعالج نفسه بنفسه، وفي حاجات ما تستحملش ان احنا نستنى عليها ولازم نروح للدكتور باسرع وقت ممكن عشان الامر ما يزدادش سوء ونتعب بعدين. علامات الخطر. يوصل الاطباء بضروره التوجه للطبيب على الفور في حاله ملاحظه بعض الاعراض
في مرحلة ما بعد الولادة لتجنب حدوث أي مضاعفات خطيرة، وتتمثل هذه الأعراض في الصداع. الصداع بعد الولادة القيصرية ربما ينتج عن بنج نصفي ويزول تلقائيا بمرور الوقت. وأحذر من تجاهل إذا صاحبه قيء شديد، فربما يكون مؤشرا لارتفاع ضغط الدم الذي يمكن يتحول لمرض مزمن ويسبب مضاعفات أخرى في حالة تجاهله. تمام. تورم القدمين وزلال في البول. في حالة ملاحظة تورم في القدمين وزلال في البول، لابد من التوجه للطبيب على الفور، لأن التجاهل ذلك يؤدي إلى الوصول لمرحلة أخطر، وهي تشنجات ما بعد الولادة. ألم في الساق. الشعور بألم شديد في الساق أو سمانة القدم وملاحظة احمرار فيها من ضمن الأعراض التي لا يجب تجاهلها في حالة ملاحظتها بعد الولادة، لأنها تكون بمثابة علامة تنذر بحدوث جلطة في الساق، وربما تصل الجلطة لأماكن أخرى في الجسم كالرئة، ما يشكل خطورة. نزيف شديد. إذا حدث نزيف شديد بعد الولادة، فهذا يعتبر بمثابة تنذر بأن هناك جزء من المشيمة أو الخلاص لا يزال داخل الرحم بعد الولادة الطفل، ويمكن أن يصاحب النزيف أعراض أخرى كتقلصات في البطن، ارتفاع درجة الحرارة المبالغ فيه. ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من يومين من الأمور التي لا يجب تجاهلها بعد الولادة، خاصة إذا صاحبه سرعة في النبض، فلا بد من التوجه إلى الطبيب على الفور لمعرفة السبب وراء هذه المشكلة. إفرازات لها رائحة كريهة. خروج إفرازات من المهبل من الأمور التي تبدو طبيعية بعد الولادة، لكن في بعض الأحيان يستدعي زيارة الطبيب إذا كانت هذه الإفرازات لها رائحة كريهة أو صاحبها ارتفاع في درجة الحرارة. نيجي بقى نديكم شوية نصائح بعد الولادة. ننصحكم بضرورة المتابعة مع الطبيب خلال الأيام الأولى بعد الولادة، خاصة عند ملاحظة أي من الأعراض السابقة، فضلا عن ضرورة التحرك المستمر وتجنب الاسترخاء أو النوم على السرير لفترة طويلة لتجنب احتمالية حدوث جلطات في الساق، والاهتمام بالتغذية الصحية وعدم تناول الموالح في حال ارتفاع ضغط الدم، ويفضل شراء ترمومتر لقياس درجة الحرارة باستمرار. وأنصحكم كل النصيحة من كل قلبي، اي عرض من الاعراض دي لازم تتوجهي فورا للدكتور، وما تستنيش على نفسك وتقعدي توصفي لبعض وصفات. من كل حاله ليها اختلاف عن الحاله الاخرى، الطبيب بتاعك هو اللي عارف حالتك بالظبط، وهو اللي هيديك العلاج المناسب. متقعديش تسمعي هنا وتسمعي هنا. وربنا يحفظكم جميعا، اراكم على خير. قناتنا معانا.